بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 63. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، بعد أن فرغنا من الكلام على الآيتين وهما قوله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا، إلى قوله تعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والآن نريد أن نتبين أو نستفيد من هاتين الآيتين ما يسر الله لنا وما ظهر لنا من الأحكام. فيؤخذ من هاتين الآيتين أحكام عظيمة، يؤخذ منهما أن أهل الكتاب أولى بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم من غيرهم ممن لا كتاب له، لأنهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم بما في كتبهم من صفاته كما يعرفون أبناءهم، كما قال سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب، وهم اليهود والنصارى يعرفونه، أي محمدا صلى الله عليه وسلم، مما في كتبهم كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم جحدوا رسالته من باب الكبر والحسد والعناد، نسأل الله العافية. ويؤخذ من الآيتين أن العالم أولى باتباع الحق من الجاهل، لأن من لا يعلم ليس كمن يعلم، ولذلك تغلظ عقوبة العالم الذي لا يعمل بعلمه على عقوبة الجاهل، لأنه لا عذر له. وجاء أن العالم الذي لا يعمل بعلمه أنه أول من تسعر به النار يوم القيامة قبل عبدة الأوثان، فيقال له: ليس من يعلم كمن لا يعلم. ويؤخذ من الآيتين تغليظ معصية العالم، أنها أغلظ من معصية الجاهل، لأنه يعرف أن هذا الشيء حرام وأنه منهي عنه، فهو وقد خالف ما عنده من العلم واتبع هواه، فتكون معصية العالم أغلظ من معصية غير العالم. ويؤخذ من هذه الآيات أن الكتب السابقة تتضمن بيان صدق محمد صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن، لأنه مصدق، الرسول صلى الله عليه وسلم مصدق لمن قبله من الأنبياء، والقرآن مصدق لما قبله من الكتب، لأن طريقة الأنبياء واحدة وطريقة الكتب السماوية واحدة لا تختلف، لأنها تنزيل من الله سبحانه وتعالى. ويؤخذ من هذه الآيات أن كتب الله يصدق بعضها بعضا، وأنها تتفق في الأصل ولا تختلف، وإن كانت قد تختلف في الشرائع العملية لكن لحسب مصالح العباد، لكنها في الأصل والتوحيد لا تختلف، ووجوب الإيمان بالرسل جميعا والإيمان بالكتب لا تختلف الكتب السابقة في أصول الإيمان أبدا، وإنما تتفق. ويؤخذ من هذه الآية، من هاتين الآيتين، أن من كفر بكتاب واحد فهو كافر بجميع الكتب، حتى الكتاب الذي يزعم أنه مؤمن به. فاليهود والنصارى لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم
فإنهم يكونون كافرين بالتوراة والإنجيل، لأن التوراة والإنجيل فيهما أوصاف هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيهما الأمر باتباعه، كما قال جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فمن كفر بمحمد فقد كفر بجميع الرسل، ومن كفر بالقرآن فقد كفر بجميع الكتب، لأن الرسل يصدق بعضهم بعضا ويؤمن بعضهم ببعض، والكتب يصدق بعضها بعضا. والله جل وعلا يقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ويؤخذ من الآيتين أن القرآن منزل من عند الله غير مخلوق، ففيه رد على الجهمية ومن قال بقولهم واتبع سبيلهم ممن يقول إن القرآن مخلوق وليس منزلا من الله وليس هو كلام الله، بمعنى أن الله تكلم به، وإنما هو مضاف إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، فالله هو الذي خلق الكلام في جبريل أو خلقه في محمد أو خلقه في اللوح المحفوظ. فالله جل وعلا قال: آمنوا بما نزلنا، ولم يقل بما خلقنا، بما نزلنا. فالقرآن منزل من عند الله، والقرآن كلام الله عز وجل حقيقة، لأن الله أخبر أنه كلامه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله، كذلكم قال الله من قبل. وآيات كثيرة تدل على أن القرآن كلام الله جل وعلا، ليس كلام جبريل ولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم. وأما قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم، فمعناه أن الرسول مبلغ للقرآن، مبلغ لكلام الله، والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. ويؤخذ من الآيتين أن من كفر بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فهو معرض للعقوبة العاجلة بطمس وجهه إلى قفاه، وبالعقوبة الآجلة من لعنته وغضب الله عليه. فهذا فيه التهديد والوعيد لكل من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم عموما، والوعيد لأهل الكتاب خصوصا، لأنهم يعرفون صدقه وحقية رسالته، ويعرفون أن القرآن كلام الله منزل من عند الله سبحانه وتعالى. فمن انتكس عن الحق فإن الله يغير خلقته وخلقته الظاهرة، ويغير أيضا صورته الباطنة بالطمس على وجهه ورده على قفاه وباللعنة من الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.